إن أول ما شرع به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هو بناء المسجد أساس الدولة الإسلامية، وكان رجال من المسلمين يصلون في المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مربدا للتمر لغلامين يتيمين من بني النجار هما سهيل وسهل في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما مع عمهما فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. وفي الصحيح أن مكان المسجد كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه حجارة. وقد ساهم النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين من المهاجرين والأنصار في المدينة في بناء المسجد، وكانوا في حالة من السعادة الغامرة والسرور وهم يهزجون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في العمل من يجيده. وأورد البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: قربوا اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. وفي رواية أخرى: دعوا الحنفي والطين فإنه أضوطكم. وكان عمار بن ياسر من العاملين المجيدين في بناء المسجد، وكان يحمل لبنتين عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن مسح على ظهره مبركا وقال له: للناس أجر ولك أجران. وقد تم بناء المسجد أول الأمر بجريد النخل، واستغرق بناؤه 12 يوما. بعد الفراغ من بناء المسجد بنيت حجر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد اكتمالها انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها من بيت أبي أيوب، فكان لسودة بنت زمعة بيت، وآخر لعائشة رضي الله عنهما، وهما أول بيتين بنيا. ثم تتابع بناء حجر نسائه، وكانت قصيرة البناء قريبة الفناء، مبنية من جريد وطين ومن حجارة مرصوصة، وسقفها من جريد ومن خشب شجر السرو من عرعر. يقول الحسن البصري: كنت وأنا مراهق أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. وروى البخاري في الأدب وابن أبي الدنيا والبيهقي عن داود وابن قيس قال: رأيت الحجر من جريد النخل تغشى من خارج بمسوح من الشعر. وبعد وفاة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أضيفت الحجر إلى المسجد النبوي في زمن عبد الملك بن مروان. لم يكن في المسجد النبوي حين بني منبر يخطب الناس عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو مستند إلى جذع عند مصلاه بدرجتين.